شايف انه الظروف كانت اصعب من النادي الاهلي وكانت اصعب منك؟ يعني احيانا الواحد بيكون حابب ابنه قوي بس تبقى فيه قرارات غصب عنه. الاهلي يتعامل معاك كابن يعني في البعض حصل. انا سمعت كابتن عبد القيعي مثلا امبارح قال انه الاستغناء عن محمد محمود او تركو فري كنوع من انواع التقدير ليه عشان ما نحملوش اكتر من طاقته ونديله الحريه انه يختار براحته. ده كان رد، قد يكون رد دبلوماسي وقد يكون رد حقيقي. شايف انه ده صح؟ هل انت لما قريت من السوشيال ميديا، وانا معاك ان انت تزعل انك تعرف من السوشيال ميديا لان عارف هم قد ايه بيحبوك، بالظبط كابتن سيد عبد الحفيظ بالتحديد عارف علاقته بيك شكلها ايه، بالظبط لعيبه بتحبك كتير جدا، لكنه شايف انه ده الروايه الاقرب للصدق ولا انت شايفها ازاي؟ اكيد الاقرب للصدق، بس انا هي النقطه عندي في ان انا بجد كان نفسي اقدم حاجه للنادي يا كابتن. انا بجد النادي واقف جنبي كتير قوي، قعدت اظن ما فيش نادي بيستحمل حد فتره زي دي. يعني ممكن ادي مثل صغير كده يا كابتن، اللي هو مثلا ام مثلا زي مثلا في حضانه ابنها بترضعه مثلا، ف لو هي الولد عارف ان هو لما هيكبر كده كده عارف ان ده دي امه ودي نعم دي كل دي، هي مش تقدر تقول له مثلا انت انا رضعتك وخلاص روح بقى انت نعم. شوف حياتك وكده. بس انا كان يعني زي المثل ده اللي هو عارف ان كده كده امه ربته رضعته وكبرته، فكان حابب بس يشيلها بقى الفترة دي. انا كان نفسي بجد اشيل النادي الاهلي، وده كان حلم من احلامي. انا بجد بجد يا كابتن بحب النادي الاهلي قوي يا كابتن، واضح. وما كانش متخيلي خالص ان انا بجد امشي بالسرعه دي، لان كنت عارف الغلاوه هناك كانت عامله ازاي. يعني غلاوتك غلاوتي انا. نعم. فمره واحده مشيت انا، يعني انا خرجت اعاره 6 شهور للاتحاد. نعم. بشكرهم طبعا على الاعاره، نادي محترم برأس الكابتن الحاج مصلحي، وقفوا جنبي وقفوني على رجلي، مشكورهم طبعا. رجعت انت بقى. الاعاره كانت 6 شهور بس؟ لا يعني هي كانت سنه ونص بس. مع خيار التجديد ليا انا. ليك انت بالظبط. فانا قعدت 6 شهور وحبيت ان انا اجرب تجربه تانية في حته تانية. يعني انت قلت لهم شكرا بعد 6 شهور؟ تمام. قلت نعم. لهم رغبه متبادله مثلا. بالظبط. بالظبط. نعم. ماشي. نادي محترم، جماهير طبعًا. محترمه جدا، ووقفوا جنبي بالاخص الحاج مصالحي وقف جنبي كتير. بشكره طبعا على الفتره دي، وبشكر النادي على ان هم وقفوني على رجلي تاني. وان شاء الله اوعد ان في السنه الجايه ان شاء الله في اختلاف كبير يعني.